السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نقدم لكم قريشلة بالليمون اللي كيجي ورطت بينه هشاش. ما عليكم غير تبعوا معايا إن شاء الله طريقة التحضير والمقادير. هنا الكاس ديال الحليب دفيتو ودرت فيه معلقة كبيرة ديال الخميرة وخليته على جنب. في البانيو ديالي كناخد جوج بيضات، كاس ديال السنيده ما يكونش مملوء، اللي بغى سليفاي اللي كياكل الحلاوه ممكن يدير كاس مملوء. من بعد صاشيه ديال الفاني وكنحركو كلشي بهذا الشكل. من بعد كنضيف نصف كاس ديال الزيت وكنضيف قبيصه ديال الملح وكنحركو مزيان. كنضيفو كذلك كاس ونصف ديال الليمون، عصير الليمون، وكنحركو مزيان. كنضيفو ليه كذلك كاس ديال الحليب اللي كيف قلت لكم دفيتو ودرت فيه معلقه ديال الخميره باش كدوب فيه الخميره صافي. وكنضيف قليل من قشور ديال الليمون او الحامض اللي متواجد عندكم. ومن بعد كنبقى نضيف الدقيق حسب الخليط. انا هنا تقريبا المهم ماشي تقريبا ندخل لي 9 ديال الكيسان ديال العنبه، غير ما يكونوش مملوئين بزاف. المهم حيت على حسب الدقيق حسب النوعيه ديالو واش كيشرب ولا ما تيشربش. كنبقاو غاديين بهذه الطريقه وحركو غير بشويه باش ما يتحببش لكم الدقيق، غير بشويه حتى تجمعوه. من بعد كنضيف جوج صاشيات ديال خميره الحلويات وكنخلطوهم مزيان. بعد انا كنكمل بيدي باش كنجمع العجين وكنبقى بهذه الطريقه هذه حتى كنجمع العجين ديالي. واخا تجيكم مرطبه وكتلصق في اليدين ما تخافوش منها، لاننا اصلا ملي غنبداو نقرصوا راه حنا كنديروا الزيت باش ما كيلصقش معنا العجين صافي. وكنستمر على الطريقه هذه، كنبقى نضيف الدقيق وكنستمر حتى كتجمع العجينه ديالي وكنخليها كتتخمر مع راسها مزيان تقريبا شي ساعتين وهي كترتاح، عاد كنخدمها. من بعد كندور عليها السلوفان وكندير شي منديل نقي وكنخليه على جنب. بعد ما هنا خمرت العجينه ديالنا راه حنا كنحيدو من داك الهواء ديال الخميره. ومن بعد كندير شويه زيت في يديا وكنبقى نقرص بهذا الشكل هذا وكنحط في اللاطه ديالي اللي درت فيها ورق الزبده باش ما يلصقش معايا العجين. الا ما متوفرش عندكم ورق الزبده ممكن دهنوها غير بالزيت صافي. وكنحطها بهذا الشكل، كنكورها بهذا الشكل وكنحطها. انا بالنسبه للفران ديالي راني كنشعلو وكنخليه واحد 10 دقائق حتى كيسخن، كنطفي عليه وكنحط فيه القريش حتى كيخمروا ليا كيخمروا مزيان، عاد كنخرجهم وكندير هاد الخطوه ديال الصفر ديال البيض مع قهوه سريعه الذوبان وكندهن. ومن بعد كندير عليه شويه السكر سنيده او الجنجلان اللي متوفر عندكم في البيت صافي. في هذه الاثناء الفران ديالي شاعل، كندخلهم كيطيبوا من التحت حتى كيتحمروا، عاد كنهبطهم وكنشعل لهم من الفوق باش كيجيو محمرين. صافي بعد ما طابوا القريشلات ديالي هذا هو الشكل النهائي ديالهم، راه كيجيو زوينين ورطيبين وهشاشين. ها نتوما كي كتشوفوا انا غنحاول سخونين غنحاول نحلهم لكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل بهذا الشكل هذا، راه كيجيو ورطيبين. ها هما، وكنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم يا ربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.